أهلا بكم. حقق الفحيل فوزا ثمينا وصعبا على اليرموك بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على نادي الشباب الرياضي في ختام الجولة 9 والقسم الأول من دوري STC الممتاز لكرة القدم. هدف اللقاء الوحيد جاء عبر اللاعب برنارد هنري في الدقيقة 27، وبهذا الانتصار رفع الفحيل رصيده إلى 9 نقاط، ارتقى بها إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد اليرموك عند 30 نقاط متذيل بها جدول الترتيب.